بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. ويل لكل كل واحد منكم شيخ حسين وراه ما لفماش نو اسكيب. الناس كل اللي ما حق عليهم الكون مش يدخلوا للويل هذا، يقولوا أما اون فالي ولا غرون فلوف، كل حد وين مشى. المفيد ويل لكل همزة اللمزة، ولا تجم تقول الأخلاق السيئة كلها مجموعة في الكلمتين هذه همزة لمزة، يعني يخلي واحد في راحة، يطعن في الناس، يختابوا الناس، يكذبوا على الناس، يحقروا الناس، يقلوا من شأن الناس، وهذا مجروا هذا كيبوا فراش عند الكرب. هما يتقاتلوا من يوم من الظهر وما يتقاتلوا، أو اليوم كي يتقاتلوا تذهب ريحهم ويستغلهم عدوهم الأكبر كلب الصهاينة الكلاب والكنائس والملحدين كلهم يكروا الكرب ويدوروا لهم باش يزيدوا إهلاكهم ويعملوا دعاية للكرب لا خير بهم ولا نثق بهم. نحن أسياد العالم الصهاينة والكنائس، والكنائس توقعت تستعان بجماعة اللايكيين، ما عادش أفلست الكنائس، وإذا قلنا قداش من مرة، ودائما فما النفاق، ودائما فما حيل باش ما تفرخش الكنائس، أو فما اللي بعوض رجل دين ولا مرأة تخدم الدين، ولا عندهم لايك. وعلى لايك ليس يسمع عنه الإسلام. حنا من أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ونور المدينة إلا وأقام قانونا، يعني قاعدة لتفاعل ملا تعين الأنواع كلها في المدينة المنورة على العيش بسلام مهما كان تنوع الأطراف اللي متساكنة هناك، والسلام علينا أهل الإسلام.